أهلا بكم مشاهدينا في موجز الأخبار. دعا سفير تركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، دعا إلى وقف فوري لهجمات نظام الأسد وحلفائه على مدينة إدلب شمال غربية سوريا. وصرح سفير صادق أرسلان بأنه في حال لم تتوقف تلك الهجمات مباشرة فإن المأساة الإنسانية في إدلب ستكون كبيرة جدا حسب وصفه. وأعرب السفير التركي عن قلقه إزاء تصاعد حدة العنف في جنوبي إدلب وشمالي حماة، وذلك خلال الجلسة 42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية في جنيف السويسرية. أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن طائرات نظام الأسد وحلفائه الروس شنت حملة دموية هذا العام قد تصل لمستوى جرائم الحرب. وقال محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذ ضربات جوية في سوريا تسببت في سقوط خسائر بشرية كبيرة، ما يشير إلى تجاهل توجيه التحذيرات المسبقة اللازمة واحتمال ارتكاب جرائم حرب. وأضاف المحققون أن طائرات النظام وروسيا شنت أيضا حملة دموية استهدفت على نحو قد يكون ممنهجا المنشآت الطبية والمدارس والأسواق والمزارع. وصل وفد عسكري أمريكي إلى ولاية شانلي أورفا التركية للقاء مسؤولين عسكريين أتراك لتنسيق الجهود حول المنطقة الآمنة شرق سوريا. وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الوفد الأمريكي يترأسه نائب قائد القوات الأمريكي في أوروبا ستيفن تويتي ونائب قائد القوات المركزية الأمريكية توماس بيركسون، مضيفة أن الوفد اتجه إلى مركز العمليات المشتركة في قضاء أقجة قلعة. اعتقلت هيئة تحرير الشام الناشط الإعلامي أحمد رحال من منزله داخل مدينة إدلب. وقام الناشط أحمد رحال بنشر فيديو القيادي أبو العبد الشداء الذي تضمن انتقادات لقيادة هيئة تحرير الشام. وكانت هيئة تحرير الشام أصدرت يوم أمس الثلاثاء قرارا يقضي بإقالة القيادي في صفوفها أبو العبد الشداء من كافة المهام الموكلة إليه وتحويله إلى القضاء العسكري، وذلك بعد شريط فيديو ظهر فيه وهو يتحدث عن الفساد المالي في الهيئة. قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على 11 فردا من قيادات وعناصر وجماعة الإخوان المسلمين. وقال موقع القاهرة 24 إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب. أبدى مسؤولون في هيئة الصحة البريطانية مخاوفهم من تزايد أعداد الذين يتناولون أدوية يمكن إدمانها. وأكد باحثون ازدياد عدد الذين وصفت لهم الأدوية تشمل مضادات للقلق وأقراصا منومة وعلاجات للصرع والاكتئاب ومسكنات ألم أفيونية. ووفق التقرير فإن 11 مليونا و500 ألف بالغ في إنجلترا تناولوا واحدا أو أكثر من العقاقير الخاضعة للمراجعة في العامين الفائتين. نصل وإياكم إلى ختام موجز الأخبار، تتابعون الآن أفكار للمستقبل.